منذ 5 سنوات. والحين بنشوف ويانا المتسابق الثاني في مسابقتنا بستان الحدائق العبقري. تقدر تشرح لنا شنو اللي سويته؟ نعم، أجريت تعديلاً لجينات هذه الشجرة الصغيرة. أنت عبقري. الساق لونها أخضر والأوراق لونها بني والثمار هذه لونها أزرق. شيء مبدع. تمام، ونشوف اللي بعده. مو أنت اللي اسمك ديزي؟ نعم أنا حقا أشهر مطرب في المنطقة ومؤكد الكل هنا يعرفني. شيء عظيم، ممكن تسمع الجمهور أي شيء؟ لا، نشوف اللي بعده. تراك زرعت نبات ما حد يشوفه. أكيد تتغشمر وياي مو كذي؟ لا لا، أنا عملت شغلات أحسن من هيك بكتير وعن جد عبقرية. بمجرد ما تسقي البذرة بالقصيص هاد راح يطلع بالمكان نبات كتير عملاق وراح صير أشهر بكتير من ديزي تبعك هاد. أوه، لست خائف يا عبقري. مو معقول، عيل راوينا تشيذي إيش قايل بتسوي الحين. صدق إن نبات وايد عملاق وجرس المكان. يبدو أنك أصبحت أشهر مني. الوقت الحاضر. أوف. يا بابا أنت ليش بتسوي هي كده؟ بس نحيت يا درغم وأنا هشوت. من جيب طفشت من القعدة في البيت ولازم نشوف أي شيء يسلينا. أيوة كده يا أخي، عايزين ننبسط. عندي أفكار كثيرة وبسوي لي لسه دحين. أول حاجة بسويها نلعب فيديو جيمز. تمام، اللي بعده أسرح شنبي، دي من أحسن هواياتي المفضلة على فكرة. ممكن تسرح شنبك يا درغام؟ بس هات مشتك بليز. ونروح السينما نشوف فيلم ساندويتش الرعب. نسمع موسيقى وممكن نلعب سوكوكو. رح نلعب بينج بونج وكمان نصرخ بصوت عالي ولدو. وريني قائمة الاقتراحات اللي كتبتها هادي. احنا ممكن نبدأ في تنفيذها فورا. أهلاً لو سمحت. أوه أهلين فيك، أهلين وسهلين. هون عندي كل طلباتك، وأنت شكلك فهمان كتير منيح بتربية النباتات وزراعة الجناين صح؟ ما سويت شيء. كيف لا، مبين من عيونك. رح ورجيك هلأ بزور نباتات كتير نادرة ما شفت مثل قبل هيك بنوب خصوصي إلك. بصراحة ما قبلت أعطيها لحدا قبلك وراح بيعها لإلك وبس. بس أنا أبغى عدة زرع. ولا يهمك، هاي البذور خصوصي إلك، روح زرعن وراح تتفاجأ بيلي راح يصير. بس أنا حابب نبهك، بسبب أمور إلى علاقة بحالة الجو لازم تزرع هاي البذور بعد نص الليل بالضبط وقبل الفجر، وبعدها بتسقيها كتير منيح. عم تفهمني؟ إيوه فهمت. أنا راح أخذهم كلهم منك، بس أنا محتاج أخذ منك عدة زراعة نباتات كاملة. اتفضل، بس ما تنسى يلي قلت لك عليه، بتزرعها بعد نص الليل وقبل الفجر تماما. مع السلامة. أخيراً قربت وصل للي بدي إياه، وبعد ما كل سكان المدينة يزرعوا بذور الصبار الخاصة هي رح أقدر سيطر وبكل سهولة على هالمدينة كلها، وكل يلي عطيتهم بذور الصبار هي بالمدينة هون، وكلهم رح يزرعوها بنفس الوقت بنص الليل بالضبط، والكل رح يعرف قديش أنا معلم عبقري بعلم النباتات، ورح يجوا لعندي وأنا قاعد بمحلي مشان يشتروا مني التركيبة المقاومة، التركيبة السريعة يلي جهزتها مشان يقدروا يتخلصوا من الصبار، تركيبة ما حدا بيقدر يعملها غير واحد عبقري مثلي. بالسبراي الفظيع هاد رح أقدر جمع مصاري كتير، رح صير مشهور وغني. لحظة يا أخي، هذا مزيل العرق الخاص بي. شو ما تلي عم تحكي جد؟ هاد هو. وأنا معي السبراي هلأ ورح أقدر. مهلا مهلا، سأصورك من البداية. أنت خربت لي اللحظة، رح روح أتفرج على المسلسل أحسن. يبي دي دوري بقى يا ليث عشان تنططني. لا 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 استنى، انا ما راح اتنطط. يا ليث انت رحت فين يا ولد؟ يا درغام انت شفت ليث؟ لقيتها، انا عرفت هوايتي الجديدة. كنت عارف هتسرح شنبك. لا انا اشتريت بذور صبار خاصة مرة ومعاها ادوات الزراعة. يلا نروح على الحديقة. يلا بينا على الجنينة بسرعة، هعمل لكم حتة حفرة بس ما حدش يزعل مني. استنوني جاي معاكم. يا
تصبحوا على خير يا بذور الصبار، أحلام سعيدة وأشوفكم الصبح بدري، ما تتأخروش. ها؟ أنا رايح أنام، تصبحوا على خير. أنا كمان تعبان وأبغى أروح أنام. وأنا هنام على الكنبة بتاعتكو يا درغام، أصلي وحشتها قوي. لا لا، لم يحدث، لم أشتق إلي. ما في أي مشكلة، أنت ساعدتنا كثير الليلة هذه، تصبحوا على خير. درغام ساعدني. وطي صوتي، يلا احكي لي حدوتي قبل النوم وإلا هتنطط عليكي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ذات مرة من الزمان أريكة قديمة تحمل فوقها حمولة ثقيلة وتشتكي باستمرار. يا ترى متى سأصحو؟ أخيراً حلمي رح يتحقق بعد طول انتظار، والصبار رح يظهر بكل مكان، وبهيك الكل رح يحترمني ويعرف إني أستاذ عبقري بزراعة النبات. حسناً، سأعطيك مكبر صوت لتسمعنا ضحكة شريرة. لسه ما أجا وقتها. سأحضر كاميرا ونصور أنفسنا. بتقدر تبطل مزح وتركز شوي؟ نحن عم نسيطر على المدينة. كفا، كل كلامك توبيخ، ما من مرة قال لي شكراً. أي نعم أنا صبار، لكن لدي أحاسيس. فلافيلو نعمين. يلا الفطار شاورما. أنا عايم في بحر سندوتشات. هو أنا رجعت أكل وأنا نايم تاني؟ ها؟ إيه ده؟ أنا محبوس، حد ينقذني، بريء، أنا بريء. درغام، ليس، مش هاكل سندوتشاتكم تاني، بس طلعوني. سندوتشات ايش يا فلافيلو؟ ايش اللي بيصير ده؟ مو هذا الصبار اللي زرعناه ليلة امس؟ بابا ايش اللي صار هنا؟ ماما لو شافت منظر البيت كده اكيد راح تنهار. حيجيني اغماء. البيت مليان بنبات الصبار، بس كيف هذا؟ مو المكان المناسب لزراعته، وعدده مره كبير. انا طلعت افهم في زراعه النباتات زي ما قال، مره مبسوط بنفسي. مش كنا زرعنا كاتشب؟ اهو كان نفع. انت مو حاسس بالمشكله يا عم فلافيلو؟ بصراحه لا، دوقوه. دقيقه واحده، عندي مقص للنباتات في الكراكيب حقتي. لقيته. اطلع يا فلافيلو. تصدق انت انقذتني. يوهو، تعال معايا يا عم فلافيلو نشوف الحديقة ايش شكلها. العنود فوقي يلا، هدول شوية صبار المزروعين في الصالة، اكب عليك شوية موية. خلاص خلاص انا فقت دحين، ما في اي داعي لموضوع الموية هذا. مستحيل، الموضوع كده شكله خطير يا عم فلافيلو، شوف الصبار ايش سوى في المدينة كلها في ليلة واحدة. اسمعوني كلكم، ما تخرجوش من بيوتكم ابدا، المدينة ملعبكة بالصبار المشوي. وفي الميكروفون هذا يا فلافيلو، اسمعوني وركزوا، احنا لازم نخرج من هنا ونروح للشخص اللي باع لي البذور هذه ونفهم منه الموضوع كله، وعندي لكم خطة. بس انتوا بتتفقوا على العشاء ولا ايه؟ انتوا جاهزين؟ ممكن بسهولة ننجح. جاهزين. وصلنا، انا اشتريت البذور من هنا، باقي دقيقتين بس على شروق الشمس. فلافيلو ايش قاعد تسوي؟ شفتها في فيلم اكشن قبل كده وقررت انزله من فوق السطوح عشان يتخض من المفاجأة قوي. انا هتحرك، غطوني وبعدها انقذوني. بتتذكر زمان يوم المسابقة لما كلهم اتمسخروا علي؟ هلا رح يجوا كلهم من شان يحيوني. انت كيف قدرت تتخلص من الصبار؟ ليش جيت لهون؟ انا جاي عشان اشكرك. دحين. شو عم تعمل؟ لا، تم تنفيذ المهمة بنجاح. اتحرك من فوقي، لازم تقول لنا ايش الحل في مشكلة نبات الصبار هذه، وإلا حتكون محبوس وسط الصبار هذا للأبد. أبداً أبداً، لا يمكنني إخباره بأن المضاد موضوعاً على المكتب. ماذا فعلت؟ هل سمعت؟ شكراً جزيلاً لمساعدتك. انزعجت؟
يا ريتك زرعت جزرة كانت أحسن، بس للأسف ضيعت اللي بنيته بسنين. الموضوع صار خطير مرة يا ضرغام، لازم نتصرف بسرعة. أبغاكي تطمني، لقينا الحل. بس كيف حنقدر ننشر التركيبة المقاومة هذه والصبار نملك كل شوارع المدينة؟ تعالوا معايا، أنا عندي الحل المناسب. إحنا نجحنا، لقينا الحل ونجحنا. حشبة. هذه الأنبوبة الرئيسية لتوزيع الموية، كبة التركيبة المقاومة هنا، والمايه هتقوم بالباقي. كيف عرفتي توصل للمكان هذا يا رزان؟ جينا هنا في رحلة مدرسية من أسبوع وإنت جيت، بس شكلك كنت تلعب جيمز ومو مركز أبدا. أنا كنت عارف على فكرة، بس حبيت أديك فرصة يعني. على الأقل واحد مننا لقي الحل أخيرا، دحين لازم أحد يضغط على هذا الزر. فلا فيلو جاهز للمهمة. يا مش عارف من غيري كنتوا هتعملوا إيه. بصراحة طفشان من تاني، ولازم أدور لي على هواية جديدة.